يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سلام سلام، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمناكم تكونوا بخير. ناري يا الدريات، ناري يا العيالات، ناري يا رجال. هاد القصة هادي غادي تجيب لكم ما يبقاش. ركزوا معايا مزيان فيها، ركزوا البنات، ركزوا عفاكم. هاد السيدة جاية شاكية باكية علينا وبغات الحل. طبيعة الحال ما غاديش تبخلوا عليها، وانا ثقتكم، ثقتي عفوا فيكم كبيرة، اكيد ثقتكم فيا كبيرة بطبيعة الحال. يلا نبداو القصة على بركة الله. السلام عليكم، معكم خديجة. انا هي المرأة اللي مشيت على الضرة، انا هي المرأة اللي غادي نقاسي المرار مع ولد العبد. ونهار ولدت وقع فيا اللي ما كانش في البال. المهم خواتاتي كبرت وعشت مع امي وخويا الكبير، اما الاب ديالي مات وانا باقا صغيره. كانت عندي عام ونص مسكين فاش مات، وما كان عقلش عليه نهائيا، غير امي مسكينه هي اللي كانت كتعاود لي عليه وكتقول لي باباك الله يرحمه ها كيفاش كان وها كيفاش عاش وها باش توفى الله يرحمه ويوسع عليه. دائما كانت كتشدني وكتبقى تعاود لي عليه. انا كان كيعجبني داك التعاود، كنت كنفرح باش كتعاود لي امي، وكنسمع داك التعويد ديالها على الاب ديالي حيت كنت كنحس به قريب مني. المهم يا هذيك كبرت صغير مع هاد خويا اللي غادي يكون هو السبب في العذاب ديالي من الصغر ديالي هو حط عليا. كانت المهم زي الحبيبه كتمشي تخدم عند الناس وكتخلي خويا مقابلني، وقبل ما تمشي تخدم كتوصي عليا بحكم هو اكبر مني. داك الوقت كانت عنده هو شي 13 عام وانا شي 5 سنين. ملي كتمشي امي تخدم وكتخليني مع خويا، هو كان كيضربني وكيخاصم عليا، كيدخلني للدار وكيسعد عليا الباب وكيسمح فيا كنغوت وكيمشي يلعب مع صحابو، ما كانش كيديها فيا نهائيا. واخا امي كانت كتوصي عليا وكتقول لي خلي بالك على اختك وعندك تخرج وتخليها، هو كان كيدير غير داكشي اللي قال ليه راسو، كيسمح فيا لداخل وكيخرج عند صحابو. ايوا ملي كيرجع للدار كيجي عندي وكيقول لي والله مشيتي عند امي شكمتي بيا ليها وقلتي ليها فلان كيخليني لداخل وكيخرج يلعب حتى ندير ليك ونبع ليك ونترك ليك. كان كيخوفني باش ما نشكمش به الام ديالنا، حيت امي مسكينه قبل ما تمشي للخدمه كتعطيه 10 دراهم ولا 5 دراهم على اساس يقبلني ويتهلا فيا. امي كتدور معاه ولكن هو لا، كيخليها غير كتمشي من هنا كتضرب تماره، وانا كيدخلني من ليه لواحد البيت وكيسد عليا تما بالشوع والعطش. النهار كامل كيخليني، حتى كتقرب امي ترجع للدار عاد كيجي كيجري عندي زعما كيدير راسو كان معايا النهار كامل. ولا زعما بغيت نشكم به لامي ما كيخلينيش نقول ليها شي حاجه. ملي كيشوفني باغا نقول لامي شي حاجه في ودنها باش ما يسمعناش كيبغي يجبد معايا الصداع، وكيسبقني وكيشكي مني انا لامي، وكيقول ليها بنتك واعره وبنتك فيها الصداع وراهي كتبغي تخرج تلعب مع فلانه وبنت فلانه، وراني ما خليتهاش تخرج وحكا راه ضربتني وطيحت ليا الهضره. ايوا كيبقى يكذب عليا. امي كانت كتثق بيه وكيحسب ليها بالها بصح انا كنبغي نخرج وكندير البساله، حيت منين امي كترجع للدار كنطلب من الناس خليني نخرج عند البنات ديال الجيران باش زعما نلعب معاهم، بحكم كنكون محبوسه النهار كامل في الدار. ايوا امي حسب ليها انا مضروبه على الزنقه واللعب، ما كانتش كتبغي تخليني نخرج نلعب برا. ولا بقيت حتى قلت ليها اخويا ما كيخلينيش نلعب ولا كيسد عليا ما كتثقش بيا، وكتقول لي راه كيخاف عليك، خوك راه حاديك ومقابلك، شنو بغيتي ديري في الزناقي؟ ما عندك ما ديري في الزنقه. ايوا كتبقى كتخاصم عليا. المهم الصغر ديالي مع خويا داز بحال ما هكذا، داز خايب بزاف، وحتى من الفرد كنا مفرطين فوق القياس. امي مسكينه كانت يلاه متكافيه مع الكرا والضو والماء والكتوبه ديال خويا، ومع راكم عارفين الزمان قاسح كيغلب الرجال، وزياده عند ذلك الاب ديالي مات ما خلى لينا والو، لا دار كيف الناس ولا مشروع ولا خدمه، حيت هو على ما عودت لي امي كان خدام غير بالجورني مع الناس. الظروف ديالو حتى هو كانت قاصحه الله يرحمه، ولكن مسكين مات وخلى امي اللي مقهوره بلاصو. اما بالنسبه للعائلات لا ديال امي ولا ديال الوالد حتى واحد فيهم ما كان كيديها فينا ولا كيتسوق لينا، واخا عندي عماماتي ساكنين قرابين علينا ما عمرهم ما داوها فينا ولا سولوا فينا. شحال من مره كانت امي كتوقف على الحاجه كتمشي عندهم كتقول لهم انا خاصني كذا وكذا ولا ما عنديش كذا وكذا باش زعما يتعاونوا معاها، ولكن هما كانوا كيقولوا ليها حتى حنا ما عندناش وانت خاصك تعولي على راسك وتخدمي على ولادك، وكيبقاو عليها بالهضره حتى كيندموها. المهم ما كاينش اللي كيسول فيك ولا كيديها فيك، وحسن عوال المسكين الضعيف.
بالخصوص الأرامل اللي ما ترجلتهم وخلوهم حاصلين في المسؤولية، حيث أنا اللي عارفة أمي مسكينة شنو دوزت على قبلنا، باش كبرتنا طاحت وناضت وما خلات مسكينة فاش ما خدمت على قبلي أنا وخويا. حتى أنا البنات قريت في المدرسة، ولكن خرجت منها وكنت خرجت من الساس، حيت كانت عندنا الإعدادية بعيدة علينا بزاف. أمي كانت قالت لي بنتي من الأحسن صافي خرجي بحالك، الإعدادية بعيدة علينا وأنا كنخاف عليك، صافي حبسي غير هنا راكي تعلمتي تكتبي وتقراي. ما انا جاتني من جناتي والناس، اصلا ما كانش عندي مع شي حاجه سميتها القرايه او سيري المدرسه، ما كانش عندي طموح في الحياه بالزمان نقرا ونكمل الدراسه ديالي. كنت كنقول انا خاصني نكبر غير شويه ونوض نتعاون مع امي ونخدم معها، حيت خويا ما كانش كيتعاون معها، عنده الدنيا هانيه ما كيتسوقش ليها، هي مسكينه خدامه الليل مع النهار على وديتنا حنايا. المهم يا دي كالبنات كنت خرجت من قرايتي وجلست في الدار كيف ما قلت لكم، على الاقل كنت كنخدم الشغل ديال الدار، كنشقى في الدار سواء عرفت سواء ما عرفتش، كنت كنخدم علاش قديت. بعد المره ما كنتش كنعرف الحاجه وكنبقى كنبكي معاها، حيت كنت كنحس براسي ما كنعرف ندير والو. منين كان كيرجع خويا للدار ما كيلقانيش موجده ليه داك الحاجه في الوقت، كيبقى يخصم عليا وما كيعجبوش الحال. بعد المرات كيبقى كيتهدى ليا وكيبغى يضربني، وكيف ما كان الحال انا كنت صابره معاه ما كنقول ليه والو. اصلا كنت كنموت بالخوف من خويا، وقبل حتى ما كيهضر ويحلف امه كتلقيني جمت في بلاصتي. المهم هي هذيك بقيت على هذا الحال، انا اللي مقابله الشقه ديال الدار، امي كتمشي كتخدم وغادي نجيب واحد الموده بحال هكذاك. حتى درت في العمر ديالي 16 سنه، في داك السن كانت تحل في المدينه ديالنا واحد المعمل وكانوا البنات كيمشيو يخدموا فيه، حتى انا بغيت نمشي نخدم ونتعاون مع امي في المصروف ديال الدار. ملي قلتها لامي ورغبتها باش زعما تخليني نمشي نخدم، هي ما بغاتش ورفضت، قالت لي لا بنتي انت غير ارتاحي في داركم وخدمي غير الشغل ديال الدار، اما تمارة ديال برا ضربيها على كتافي، انا اللي نمشي نخدم وندمر على ودك انت. ولكن انا ما بغيتش نتفك من امي، بقيت لاصقه فيها صباح وعشيه، كل نهار كنرغب فيها باش تخليني نمشي نخدم ونعمر حتى انا يا وقتي، بغيت نتعاون معها لا اقل ولا اكثر. بقيت عليها كل نهار حتى قنعتها، مع كانوا البنات ديال الحومه ديالنا كيمشيو يخدموا في داك المعمل. قلت لها امي انا راني من الناس ما فيها باس الا مشيت انا نخدم ونتعاون معاك. ايوا بقات كتشوف فكرات مزيان، في الاخر قالت لي وصافي مادام انت باغا تخدمي سيري ما عنديش مشكل، تسجلي في داك المعمل وخدمي على راسك. قلت لها واخا امي انت هي الاولى. فعلا مشيت مع شي بنات ديال الجيران ديالنا هما اللي توسطوا ليا مع صاحب المعمل، وغادي ندخل نخدم معاهم على راسي. بصراحه كانت تمارة على الجد في داك المعمل، ولكن كيف ما كان الحال كنت لها هي يدي ومتعاونه مع امي، والخرصه اللي كنت كنشدها كنعطيها للام ديالي في يديها، انا كناخذ منها غير باش ناكل ولا نشري شي حاجه خاصه بيا وضروريه. صافي بقيت بحال هكذا. بصراحه كنت واحد البنت اللي خوافه وحدوديه، العكس ديال البنات اللي كانوا معايا تقريبا كاملين بيهم خفافات وكيطيروا من المقله من غيري انايا، وواحد بنت الجيران ديالنا اللي كنا حدوديه تجار ديالنا ريوسنا. بنت الجيران ديالنا كانت كتخاف من الاب ديالها حيت صعيب، وانا كنت كنموت بالخوف من خويا حيت هو الله يسمح ليه من نهار دخلت نخدم هو كيحلف فيا وكيقول لي سمعيني الا بقيت حتى شديت عليك الربع ديال المنتف ولا شي حاجه ما هيش راني غادي ندير فيك ونفعل فيك، وكيبقى كيتهدد عليا ويحلف فيا. امي مسكينه كتبقى كتفرقوا عليا وكتقول لي غير كون هاني بنتي مربيه ومخلقه بلا ما توصيها. ايوا انا كنت كنتجنب المشاكل والدخول والخروج غير من خويا، مع العلم ديك الوقت كنت مراهقه وكنبغي حتى انا نلبس ونتقاد وندير علاقه مع الشباب، ولكن الخوف اللي كان عندي من خويا منعني باش ما ندير والو، ما كنتش كنزعم ندير شي حاجه من هذا الشيء كامل. بقيت كنمشي نخدم وكنرجع للدار انا حاطه راسي للارض. هو شحال من مره جا عندي للمعمل سول فيا تبعني حط ليا العين، كان كيسين غير انتي شد ليا شي ديفو، ولكن انا كنت مكبره عقلي وحاطه راسي للارض وكنت مشى غير مع جنب الحيط، كنت جاب راسي من كل شيء. عرفتو الدري كيف ما بغى يكون باباه، الا بقى حتى حبسني في الطريق بغى يهضر معايا ولا تبعني، كنت كندور فيه دوره شيطانيه وكنشبع فيه سبان ومعيور، وما كنحمل حتى واحد يبقى تابعني ولا يمشي معايا في الطريق ويبقى يهضر معايا. ما كنتش كنبغي ماشي حيت معقده ولا انا كنت كنخاف من خويا وكنقول لا بقى حتى شاف عليا شي حاجه ما هيش اكيد غادي يضربني ويتكرفس عليا ويزيد يخرجني من الخدمه ويحبسني في الدار، وانا الجلسه في الدار هي اللي كانت كتخنقني، ما كنتش كنحمل نبقى جالسه في الدار.
المهم هي هذيك كالبنات بقيت كنخدم حاطه راسي جامعه طرافي حتى درت 19 عام في العمر ديالي. فهاد السن انا غادي نتعرف على واحد خينا. هاد السيد ولد خو واحد السيده كانت خدامه معنا في المعمل وكانت مره كيجيبها للخدمه بالسكوتر ديالو. واحد النهار هو يشوفني واقفه معها انا مع المنفه كنشوفو معها منتو ما ديت ما عجبت جاني الامر هادي. ولكن هو داك النهار هذاك اول مره غادي يشوفني مع عمتو. مني شافني عجبتو بقى حلف امو فيا. مني دازو الايام غادي تجي عندي عمتو وغتقول ليا بلي ولد خوها راه شافني وعجبتو بزاف وراه بقى حامقه ليا وحكا باغي يهضر معايا. صراحه ما عمرت راسي بديك الهضره درت ما عندي ما يتعاود تقلت ودني عليها. المهم هي هذيك بقينا واحد الايام وهي ترجع عمتو تجبد عليا الهضره. قالت لي فلانه قلت لها نعم. قالت لي راه قلت لك ولد خويا حامق عليك وباغي يهضر معاك. قلت لها اختي فلانه انا راكي عارفاني حدوديه. ودخلت سوق راسي وهذه مده وانا خدامه في هذا المعمل حتى واحد ما يشهد لك عليا ما يشهد لك عليا شي حاجه ما هيش حيت انا ماشي ديال التفليه. هي ما عجبتهاش هضرتي وقالت لي شنو دابا واش انا باغا نتفلى عليك ولا شنو شنو كتقصدي بهاد الهضره اللي راكي تقولي. حاولت نفهمها قصدي قلت لها لا ماشي هكذا ما تفهمينيش غلط راه انا خويا صعيب ولا شد عليا غرام ديال لافوط ما غاديش يرحمني. قالت لي لا لا ما تخافي حتى بشي حاجه ولد خويا مؤدب ومخلق الا هضرتي معاه ما غاديش تندمي حيت هو اصلا باغي يتزوج ويبني اسره ديالو والا كتب تزوج بك علاش لا. انا منين قالت لي الزواج والمكتب بحال لا حطيت ودني على كلامها وبقيت كنسمع ليها. ايوا شدت فيا الشده ديال الصح وما بغاتش تتفك مني وبقات لاصقه فيا صباع وعشيه حتى قنعتني نهضر معاه. نضت يا البنات عطيت لها الرقم ديال التليفون ديالي باش يتواصل معايا. هي بكل فرح مشات عطات لي الرقم ديالي. من بعد منها غادي نبقى كنهضر انا وياه. الصراحه اول مكالمه داز بيني وبينو كنت خايفه وحشمانه وما قدرتش نهضر معاه ولكن في نفس الوقت عجبني الولد كلامه كله ادب واحترام. السيد طلع ولد الناس والله يعمر هدر كلامه معايا كامل كان في احترام وحدود. بقيت كنهضر انا وياه في التليفون بقينا كنتعرفوا انا وياه. السيد حنينو بزاف كان كيتكلم معايا بشكل يومي تقريبا كنتكلم معاه غير ملي كنكون في الخدمه. كنت كندير ليسيا تفوتني وكنخبي التليفون على الشاف ديالنا وكنبقى كنهضر معاه. كنت كنشد معاه الخط بالسوايع نهار على نهار غادي نلقى راسي كنموت عليه هو كذلك. علاقتي بيه كان زوينه بزاف. ملي كنت كنهضر معاه كنساهمو من الدنيا وكنحس بيه خفف عليا. كان كيخفف عليا الصراحه داك الثقل اللي كيكون في قلبي. كان عزيز عليه نشكي عليه ونعاود ليه الهموم اللي فوق كتافي. ملي كان كيتصل بيا وكيشوفني طالع ليا الدم وما عندي خاطر كيقول لي عاودي ليا شكي عليا خوي قلبك عليا شاركي معايا مالكي. انا بلا ما كنت كنحس كنلقى راسي كنعاود ليه عليا كلشي وكنعاود ليه بالتفاصيل الممله ديال حياتي. ما كنتش صراحه كنحس بالراحه حتى كنخوي عليه قلبي وكنعاود ليه كلشي حتى كنرتاح. المهم البنات بقيت كنتواصل معاه بشكل يومي ديما كنهضر معاه وديما كنتعاود انا وياه. نهار على نهار رجعت العلاقه ديالنا من اعجاب الحب رجعنا كنبغيو بعضياتنا. كان كيقول لي انا باغي نمشي لداركم ونخطبك من عند خوك. انا كنت كنقول ليه انا قابله نتزوج بك. هو كنطلب مني نصبر عليه غير شويه باش يجمع راسو شويه ويقاد المسائل ديالو ديك الساعه باش يجي يخطبني. انا كنت كنقول ليه ماشي مشكل انا غادي نسينك بك حتى تجمع راسك وتجي تخطبني. ايوا هذا كان اول واحد نعشقو في حياتي ندخلو لقلبي. صافي بقيت كنتواصل معاه واحد المده علاقتي بيه كان زوينه بزاف بقيت انا وياه متواعدين على الزواج. بقينا بحال هكذا منين قرب يجيب الاهل ديالو باش يخطبني من عند امي غادي توقع ليه واحد المشكله في العائله ديالو. كان واحد خو تخاصم مع شي واحد وضربو. ايوا هي هذيك اخ ديالو مشى يدافع على راسو صدق فوت في هذاك بنادم الضربه ومات شد خوف الحبس. ايوا بقاو طالعين نازلين معاه في المحاكم كانوا مرونين معاه. هو منين تشد خوف الحبس ما قدرش يفتح الاهل ديالو بالموضوع ديال الزواج وبيا وكان قال لي خاصك فلانة تصبري معايا شويه هانتي كتشوفي الظروف ديالنا كيفاش دايره. الاهل ديالي مديومين على خويا ما غاديش نقدر نجبد عليهم حس الزواج والخطابه دابا. قلت ليها سيدي صافي ماشي مشكل نصبروا شويه ديك الساعه يكون خير. هي هذيك بقيت صابره معاه دازو شي تقريبا شي 8 شهور بحال هكداك. هو يجي خويا عند امي قال لي امي فلانه قلت ليه نعم ولدي
قال لي امي، قلت لي نعم ولدي. قال لي فلانه راه جايين فيها الخطاب اللي هي زعما انا ديك الساعه كان باغي يزوجني الصاحب وانا ما بغيت. شوفت قلت لي انا ما باغاش نتزوج دابا، باقا صغيره ما باغاش نتزوج، سير بعد مني. هو تغن معايا وبقى كيتحدى ليا، انا ما سكتش ليه، بقيت كنقول ليه بعد مني طلق مني ما تهضرش معايا، الزواج ماشي بالسيف. ايوا هي هذيك، هو داكشي ما سمعش يضربني، قال لي والله حتى تزوجي بالسيف عليك. بقيت مصره على القرار ديالي ورفضت نتزوج. من بعد منها كنت درت رونديفو مع الولد اللي كنت كنهضر معاه، قلت لي انا باغا نقول لك شي حاجه وبغيتك تجي عندي للبلاصه الفلانيه. خويا داك النهار سمعني كنهضر معاه في التليفون، مشى تبعني خلاني البنات حتى مشيت تلاقيت به، هو شدني الشده اللي شدني عطاني واحد الترفيقه حتى فوع فمي بالدم. الولد اللي كيبغيني جابتو النفس عليا وقال له طلق منها ما تضرباش. خويا طلق مني وتشد هو وياه، كان باغي يقتلو غير ربي اللي يحفظ. ايوا دخلت في وسط منهم بقيت كنفرق فيهم، تجمعوا الناس فرقوا بيناتهم. خويا ديك الساعه شدني داني للدار عطاني قتله ديال العصا يا خواتاتي، وشوى بيا قدام الحومه كامله، وكاع الناس عرفت بلي بنت فلانه كانت مع شي واحد في البلاصه الفلانيه، وخوها شدها عايشه معاه وضربها وعطاها قتله ديال الكلاب. المهم كاع الناس هضرت فيا خايد، ديك الساعه حتى امي دارت فيا وخاصمت عليا، اما خويا دوز عليا القطران، ما خلا فيا غير اللي ما قدرش عليه. كان باغي يزوجني لهداك صاحبو بالسيف، ولكن هداك خينا مني سمعني كنت مع شي واحد وخويا حصني معاه ما بغاش يتزوج بيا، وقال لخويا انا ما غاديش نتزوج باختك، ما تصلحش ليا، سير عاود فيها الترابي وبعد مني انايا. خويا داكشي ما سمع، جا تكمل على ما بيا، ما خلا فيا ما يسير الله، عطاني قتله ديال العصا، زرق ليا الحمي كامل، من تما حرم عليا الدخول والخروج، جلسني في الدار. ديك الساعه وانا حياتي جحيم جحيم، كان كيتعامل معايا خايب بزاف، لا احترام ولا اخلاق، ديما الضرب ديما الزعف. اما امي ما بقيتش كنعلي ليها شي حاجه، حتى هي رجعت كتعامل معايا واحد المعامله ناشفه، رجعت كترم لخويا اكثر مني انايا. بقيت معاهم عام ونص في الذل والاهانه. داك خينا اللي كان باغيني وحمق عليا واحد النهار صيفط الام ديالو باش تخطبني، ولكن خويا ما بغاش يجري عليها من الدار، وقال لي واخا ولدك يركع قدامي ويطلب مني نزوجها ليه والله عليه لا دخلت. ايوا هي مشات بلا عوين. داك النهار داك شحال بكيت، حسيت بخويا حقرني وبزاف. المهم البنات اختكم بقات على داك الحل حتى النهار اللي غادي يجي واحد خينا يخطب فيا. هاد بنادم جابوا لي خويا وقال لك شي واحد من صحابه، يعني كيجي شي واحد من صحابه عمو، وهذا الراجل كبير عليا والمشكل مزوج وباغيني نمشي عنده على الضره. انا ما بغيتش رفضته، قلت لهم غير هو اللي ما غاديش نتزوج به وما بغيتوش، بالخصوص مني عرفت بلي السيد باغي يتزوج بيا على وديت الاولاد، حيت مراتو عاكره وهاد مراتو لاباس عليها وخانزه فلوس ناقصينها غير الوليدات. ايوا انا بقيت مصره على الرفض، ما بغيتش، ولكن خويا غادي يبز عليا داك الزواج حيت داك السيد كان طمعو بالفلوس. نض بزز عليا نتزوج بيه بالسيف عليا، عيت من رفض عيت من حلف، قلت لهم ما بغيتوش ما غاداش نتزوج بيه، ولكن حتى واحد ما دافع فيا ولا تسوق لهدرتي. حتى من امي حطت راسها لخويا وقالت ليه سير زوجها، الناس راهم لاباس عليهم وغادي يتهلاو فيها. شنو بغيتي؟ قالت لي تبقاي جالسه دير لي هنا، واش بغيتي تطلع فيك الهضره ويقولوا بنت فلانه ماشي ديال الزواج؟ المهم دارت فيا انا ما لقيت ما نقول من غير انني حطيت راسي للارض ووافقت نتزوج بيه بلا خاطر. ايوا هي هذيك اخواتاتي، تخطبت لهاد بنادم، من بعد منا جمعوا لي الوراق ديالي عقدت معاه. النهار ديال العقد كانت معاه مراتو، كانت كتشوف فيا شي شوفات لي ماشي ديال الخير، السيده باغا تنخر الدم عليا وما حاملانيش، ولكن انا ماشي لخاطري اصلا، داك الزواج غتخصب عليا وتبزز عليا، انا ما كنتش باغا نتزوج بيه. صافي داروا لي واحد الليله علنوا على الزواج ديالي غير عشاء بسيط وسط الناس، من بعدها مشيت معاه للدار ديالهم. هما عندهم دار كبيره وبزاف، عندهم خدامات طوموبيلات، المهم ناس لاباس عليهم. صراحه حتى حاجه ما عمرت ليا العين ديالي، كنت كنحس براسي تغصبت في حياتي، كنت كنحس براسي تدفنت وانا باقا عايشه. وبيني وبينكم كنت كرهه راسي بديك اللحظه، بالخصوص الراجل دخلني البيت وتعامل معايا خايب، مشى لديك الشي ديريكت ما رحمنيش وما حنش فيا، وغير سالا خدمته وسمح فيا ومشى كمل ليلته عند مراتو. وانا قال ليا من اليوم خاصك تعودي على هادشي، انت هنا غير باش تولدي لينا وليدات، اما المراه الاصليه ديالي هي فلانه، مع مراتو كانت من عائله اللي معروفه وكان كيموت منها بالخوف. المهم اخواتاتي من الليله الاولى وانا على الدمعه، درتي غادي تطلع معايا خايبه وبزاف، ما كانتش كترحمني نهائيا،
كانت كتعامل معايا خايب، اما راجلي التعامل ديالو معايا كان اكثر منها. كنت كنحس بيهم بحال لا متفاهمين عليا. بجوج بيهم كانوا كيتعاملوا معايا خايب. في الاول كانت المعامله ديالهم معايا شويه وصافي، ولكن من بعد رجعوا كيحتقروني وكيتنمروا عليا اكثر من الاول. اما درتي كانت كتقول لي هذه داري وهذا راجلي، انت تزوج بيك عيله وديت الوليدات. اما راجلي ما كانش كيفكر في الزواج. يعني شنو غادي نقول لكم، راجلي كان كيفكرني غير في الليل، يعني باش يديها فيا ولا يتعامل معايا زوين. هذاك اللي ما نحلمش به. وغير دا الشهر الاول ما طلعتش حامله، بقاو كيتسالوا علاش انا ما حملتش. ناضوا هزوني داوني للطبيب، داروا لي فحص، اكدوا واش انا عندي القدره على الانجاب ولا لا. الحمد لله تبين عندي كلشي مزيان، ولكن ما وقعش حمل. علاش ما عرفتش. كان الطبيب عطاني بعض الادويه، قال لي شربيهم ويكون خير. بقيت كناخذ داك الدواء، ولكن مازال ما جابش الله. هم ملي شافوني ما حملتش ما عجبهمش الحل نهائيا. ايوا رجعت المعامله ديالهم معايا كفس من الاول. سيدوني اخواتي الشقه والتماره، ومني كنفيق في الصباح وانا كنشقى عليهم. درتي كانت خدامه مقابله المشاريع ديالها، وانا زيدوني للكوزينه ونشق عليهم. نضو جراو على الخدامه اللي كتشقى في الدار، وقالوا لي انت اللي غتقابلي الدار، ما يمكنش تدي قاسه من ربع يديك وحنا نديرو الخدامه بالفلوس اللي تسخر عليك. المهم رجعت كنشقى في الدار وكلشي مني. درتي كانت دايره عليا بحال شاف كابران، كتمشي تخدم ومنين كتجي للدار الا ما لقاتش غير شي حاجه ما واجداش ولا شي حاجه ماشي هي هذه، كتبقى كتسب فيا وكطيح مني، ما كتخلي لي مني نشد بالمعيور والهضره الطايحه. اما النهار اللي كتجي عندنا العائله ديال راجلي ما نعاودش ليكم. هي كيتعاملوا معاها مزيان وكيلاليو بها، ما كاين غير بنيتي حبيبتي، وكيجلسوها وسط منهم. اما انا حتى واحد ما كان كيديها فيا. منين كيصبح الحال وانا واقفه على رجل وحده، يا ويلك يا ويلك، تهضري ولا تحلي فمك بشي كلمه. عدوسي كانت كتشوف فيا غير بطرف العين، الا هضرت كتقلب عليا الدنيا وكتقول لي انت طمعتي بواحد قد باك مزوج على ود الفلوس والطمع، وكتبقى كطيح فيا بيا. ايوا كانوا كيرجعوني انا اللي طحت على نيفي وتزوجت به زعما على ود فلوسه. منين قلت ليها ياك هما اللي جاو يخطبوني وهما اللي بغاوني على ود الاولاد، حيت مرت ولدك ما كتولدش، كانت كتقول لي بركه من الهضره، واش الوليدات قلالو، خرجي لبرا غادي تلقاي راسك تغرفيهم بالمغرف. قالت لي انت اللي كليتي لولدي الدماغ حتى جا بغا يتزوج بك ويجيبك ضره على مراته. انا كنت كنبقى غير كنشوف فيها، حيت هضرتها كامله كذوب وخاويه. ولدها ما كنت لا كنعرفو ولا كيعرفني. ثاني حاجه انا كنت رافضه داك الزوج من الاول، وهي كتقول لي انت طمعتي بولدي وفرتق مراته ودخلتي عليها ضره. ايوا كتبقى بشي هضره اللي خاويه حتى كتخلي دموعي في عينيا. ما كنلقى ما ندير من غير نصبر ونعاود نصبر حتى يفرج عليا الله. فعلا بقيت صابره حتى داز عام. داز عام الاول على زواجي وانا نطيح حامله. منين حملت عرفوني حامله طاروا بالفرحه، بالخصوص راجلي كانت باينه ليه الفرحه من عينيه. يوم منين شافني حملت معاه قلب التعامل ديالو معايا، رجع كيتعامل معايا زوين، كيشري ليا الحاجه، كيجيبها ليا، ولا نط بجهد كيقول لي لا بلاتي عليك غير بشويه، الا طلعت ولا نزلت في الدروج كيقول لي انزلي غير بشويه عندك الجنين، ردي البال لولدي. درتي مني شافت راجلي مهتم بيا بحال جاتها الغيره مني، وما كانتش هزاها الارض. رجعت كتعامل معايا واحد المعامله اللي باهته وخايبه. كنت حامله وعيانه وكتزيدني الشقه وكنخدم بحال الخدامه، ما كنتش كنقول ليها لا، بالعكس دايره معاها الواجب ومحترمها، حيت كنقول مسكينه ربي حرمها من الوليدات وما غاديش تولد ولا تفرح بيهم، داكشي علاش كترد فضيدها عليا. المهم كنت كنحسف ليها، ولكن هي ما كانت كتحسف ليا ولا كتعامل معايا باخلاق، كتعامل معايا بلا مبادئ، العكس ديال التعامل ديالها ديالي معاها. انا كنت كنتعامل معاها معامله زوينه، هي تعاملها معايا كامل خايب بدون المساواه. بقات شاده فيا ومزيداني نخدمها حتى جاتني الولاده المبكره، ولدت بنتي الاولى على 6 شهور مع كامل الاسف غادي تموت. منين مات بنتي رجعوا فيا انا العيب، وقالوا لي انت اللي ما اهتميتيش بالحمل ديالك وانت اللي ما كنتيش باغا هذا الحمل. المهم داك الاشهر داس عليا النفاس والمرض من جهه، وراجلي ومراته من الجهه الاخرى. وتقولوا واش حسوا بيا ولا حسوا بهذاك الشيء اللي ما تفكرش، راه هذيك اللي مات بنتي وكبرتي اللي دفنتها تحت التراب وما فرحتش بيها. هما كان همهم غير راسهم لا اقل ولا اكثر. المهم هادي ودازت، بقينا عاوتاني على نفس المعامله، راجلي
رجع لعادته القديمة، ما كيجي عندي غير فاش كيبغي يقضي الغرض، وغير كيكمل مني كيمسح فيا وكيمشي عند درتي. انا كنبقى بحال شي كلبة مقردة بوحدي، اما الا جد الخروج والمساريات ما نحلمش نخرج، خصوصا بصفتي المرة الثانية ديال راجلي. هذه كاع ما كاينه في الدنيا، راجلي كيخرج مع درتي فقط، وانا كنبقى بوحدي في الدار. ولا شي نهار مشيت مع درتي شي بلاصه كتديني معها غير باش نهز الثقل ديالها، هي كتشيل الحوايج وانا كنهزهم ليها، بحالي بحال الخدامه ديالها وكثر عاد. المهم هي هذيك بقيت على نفس المعاناه، دازوا الايام وانا نحمل ثاني مره. هاد المره ملي عرفوني حامله رجعوا كيتعاملوا معايا مزيان، لا راجلي ولا درتي، بالخصوص ملي عرفوني حامله بالولد. عرفوني حامله بالولد الناس رجعوا كيتعاملوا عاوتاني معايا بواحد المعامله اللي خاصه. درتي كانت كتقول لي انت غادي تولدي الولد وتعطيه ليا نقبله معاك، وانت رضعيه وبدلي ليه وانا نحسو معايا. كنت كنقول ليها اه هاد الولد اللي غادي نولد غادي يكون حتى انت ولدك ماشي ولدي غير انايا، وربي شهد عليا يا البنات. كنت كنقول نهار نولد نعطي لدرتي تقبله معايا وغادي نتعاونوا انا وياها على التربيه ديالو. ما عشت السيده رجعت كترطب معايا وكتسيس معايا، قلت مع راسي ما غاديش نحرمها من هاد الولد وغادي نتهلاو في ولدنا بجوج بينا. المهم هي هذيك دوزت ديك الحمله مزيان، راجلي ناض جاب ليا خدامه باش تبقى تشق عليا وتقابلني. درتي كانت كتخدم وكتجي عندي محمله مجمله، كتجيب ليا نقدر نحتاجو في نهاري كامل. بقيت البنات مفشه ما كنحطش يدي في الماء البارد، الخدامه كانت قايمه بالواجب ديالها معايا. ايوا حتى طلعت للشهر السابع مشيت درت بحث عن الدكتور اللي كان تبع الحاله ديالي. ديك الصحه غادي جا يفاجئني وقال لي مادام عندك دقه ديال الجنين ضعيفه وعندك حق الجنين نازل تحت بزاف وهاد الحمل عندك في خطر، بقى كيخوف فيا. قال لي يقدر الجنين يموت لك في كرشك وفي اي وقت، طلب مني نعطي راسي الراحه، وقال لي كل مره اجي نراقبو التطور ديال الحمل ديالك. قلت له واخا صافي، بكل صراحه خافت على ودي تولدي بزاف. راجلي مني سمع هاد الهضره بقى مصمر في بلاصتو، خاف يفقد الجنين لثاني مره. بقى كيسول في الطبيب على الخطوره ديال الامر وكذا، هما كانوا متفاهمين عليا. المهم من بعد منها هزوني داوني للدار. ديك الفتره كانوا رادين معايا البال اكثر من الاول، ممنوع تطلعي في الدروج ممنوع تحركي في الدار. كنت صراحه شابعه راحه حيت كانوا كيبيدلوا ليا بلي هما خايفين على ولدي اللي في كرشي اللي يموت في اي لحظه. الحسو بقينا حتى النهار اللي غادي يجي واحد يجيني واحد الحريق اللي بجد، وكان الحريق ديال الولاده. وعرفت ديك الساعه راسي بلي غادي نولد، النهار كامل وانا كنتقطع بالوجع. من بعد منها درتي اتصلت على راجلي هزتي داني للكلينيك، قلبوني قالوا لي غادي تولدي بالعمليه حيت الجنين سخفان في كرشي وما غاديش يقدر يدفع باش يخرج. انا كنت خايفه على ولدي بزاف. هما شدوني قدوا لي المسائل، من بعد منها دخلوني للبلوك بنجوني بنج كلي، ما بقيت حاسه بوالو. بعد منها ولدوني، انا من فقت لقيت امي وخويا فوق راسي وانا حالتي حاله، نط مدوخه بالبنج وكنتوجع. اول حاجه سولتهم عليها هو ولدي، قلت لهم فينا هو ولدي. مي حطت راسها الارض قالت لي بنتي ولدك تزاد ميت. قلت لها شنو كيفاش اش كتقولي؟ قالت لي كيف ما سمعتي ولدك زاد ميت الله يصبرك. انا عاد ما استوعبتش الهضره ديال امي، وهو يدخل عليا راجلي ودارتي كيبكي. قالوا لي الولد مات وانتي قتلتيه في كرشك. قلت لهم شنو كتقولوا كيفاش انا اللي قتلتو؟ قالوا لي سولي راسك وشوفي شنو شربتي قبل ما يشدك الوجع. انا بقيت كنتفكر شنو شربت، تفكرت الكاس ديال العشب اللي شربت مني شدني الوجع في كرشي. فعلا نطيب الزعتر والخزامه وشربته باش يعاوني على الولاده. هو قال لي انت اللي قتلتي الولد بديك العشب اللي شربتي. ناض كيخاصم عليا ما خلاليش بلا طرا، بغا يضربني. قال لي انت اللي قتلتي ليا ولدي وانا دابا غادي ندعيك. امي بقات كتطلب وكترغب فيه، قالت ليه يا سي فلان الموت راه بالاجل وهذا الولد ماشي ولد الدنيا، الله يجعله طيور الجنه والله يصبركم. انا بقيت كنبكي شويه وهي تدخل علينا الفرمليه هزت داك التربيه ميته، طاتوني قالت لي ها هو ولدك الله يرحمه. انا ما قدرتش نشوف فيه، حطيت يدي على عيني قلت لها غير بعيدي عليا ما بغيتش نشوفه. راجلي جا هزو من حجري باسو جا خارج بيه دار عندي، قال لي انت من اليوم راكي مطلقه عندي وما تشقيش ترجعي عندي للدار، سمح فيا وخرج. ايوا هو خرج تبعاتو درتي، وحتى خويا زعما مشى باش يهضر معاه ويرغبو، ولكن ما بغاش يترغب ليه وقال لي اختك مطلقه عندي. المهم البنات بقيت مرميه في الكلينيك 4 ايام. خرجت مشيت مع امي، مشيت وانا كنبكي، مشيت وكبتي مشويه على ولدي اللي تدفن وخلى ليا غير بلاصتو وفي الاحشاء ديالي، بغيت نحمق عليه بقى فيا بزاف. المهم اخواتاتي بقيت عند امي في ديك المده، خويا كان كيتعامل معايا مزيان، رجع حنين فيا،
كان كيشجعني باش نطلق من راجلي، قال لي صافي طلقي ورجعي لداركم، اشنو بغيتي بيه؟ ما صدقش راجل. المهم هي هذيك، بقيت في دارنا حتى تحسنت الحاله ديالي شويه، مشيت عند راجلي للدار، ولكن هو ومراته جراو عليا من تما، قالوا لي صافي انت ما بقاتش ليك بلاصه معنا في هاد الدار، سيري بحالك وغير طلاقك غادي يوصلك، وغادي يوصلك حتى لعندك، ما تبقايش تعي راسك تجي لهنا. عيد نرغب فيهم لا انا ولا امي، ولكن ما بغاوش يدخلوني للدار. قال لي راجلي انت مطلقه، فهمي هاد الهضره، راكي حرامتي عليا، سد الباب ودخل وسمح فيا. رجعت مشيت للدار، بقيت كنبكي على زهري اللي ما عنديش، داس عليا الصراحه، ولدي مات، راجلي طلقني، رجعت واحد الانسانه اللي محطمه، التفكير ديالي كامل في داك الشيء اللي دوزت، كنت كنجلس صغور وكنبقى كنبكي غير بوحدي، كنقول خويا هو سبابي، خويا هو اللي خرج على حياتي كامله، داست عليا الصراحه ديال العذاب. ايوا بقيت على حالي واحد العام بحال هكا، من بعد منا غادي نرجع نبدا حياتي من جديد. بقيت اخواتاتي كنمشي لواحد النادي نسوي وكنتلف الوقت ديالي، بس زعما ما بقاش كنخمم في داكشي اللي داز عليا، على الاقل هي تيدي، وما بقيت كالسا في الدار. دازوا الايام ويجي يخطبني واحد خينا ماتت ليه المراه وخلات ليه واحد البنيه صغيره. انا الصراحه ما كنتش باغا نتزوج، ولكن هاد خينا بقى غادي جاي عليا وكيطلب فيا غير زعما نحسن بالبنيته ديالو. قال لي انا بنتي باقا صغيره وبغيت المراه اللي تتهلا ليا فيها وتبغيها بحال بنتها، ما غاديش نلقى محسن منك وهادي وديك. مع انا كنت كنعرف السيد معرفه سطحيه، كنت يقدر يطلع ولد الناس ويحسن بيا. فعلا اخواتاتي وافقت نتزوج بيه ونبدا حياتي من ثاني وجديد. صافي السيد جا خطبني من عند الاهل ديالي، تفاهم مع امي وخويا على التفاصيل، غير خطبني جمعنا رؤوسنا عقدنا درنا عشاء بين العائله، مشيت معاه للدار ديالو. صراحه في الاول كان عندي تخوف منه من المعامله ديالو وكنت خايفه بزاف، ولكن من بعد غادي نتفاجئ بلي الراجل ولد الناس والله يعمرها سلعه. كيتعامل معايا مزيان بزاف، بس كنت غير انا وياه وبنته وواحد اختو، هاد اختو هي اللي كانت مقابله معاه البنت. ايوا غير تزوج بيا وجابني للدار، هزت راسها ومشات لدار الوالدين ديالها، بقيت غير انا وبنته وصافي، درتها بحال بنتي وكثر عاد. هذاك الحب كامل اللي كنت غادي نعطيه لولدي عطيته للبنت راجلي، بقيت مهلية فيها وفي راجلي. هو ملي شافني بنت الناس وكنبغي بنته كان كيتعامل معايا بحال المال قليل، ما كانش كيضيع ليا حتى شي حاجه. رجعت عايشه حياتي جديده زوينه بزاف صراحه، واخا هو قد على قد الحال خدمته بسيطه، كيبقى ولد الناس وتهلا فيا وكان كيتعامل معايا مزيان بزاف. المهم هي هذيك، بقينا عايشين حياتنا اللي كانت عاديه. من بعد اشهر قليله طلعت حامله، من نهار حملت وانا خايفه على الجنين ديالي، كنت كنقول يمكن حتى هاد الحمل غادي يطيح ليا ولا غادي يموت ولدي قبل ما نشوفو. ايوا كنبقى كنبني ونريب غير بوحدي، ولكن الحمد لله ربي هاد المره غادي تمام الحمل ديالي على خير وبخير، وغادي نولد ولدي بخير وعلى خير. كانت هادي اكبر فرحه فرحتها في حياتي كامله، ولدت وليدي حبيبي، بقيت عايشه حياتي مع راجلي وبنته بخير. واكيد بعض العثرات كيكونوا في الحياه، كانت عثرات كتجي في طريقنا، ولكن الحمد لله كل شيء كيدوز كيف ما بغى الله بشويه ديال الصبر. بقينا بحال ما هكذا المده ديال 3 سنين، حتى النهار اللي غادي نتلاقى بالخدامه ديال الطريق ديالي غير بالصدفه في واحد السوق، لقيتها مسكينه دايره كراسه وكتبيع فيها القزبر والمعدنوس والنعناع. مشيت نشري عليها، هي ما عرفتنيش، ولكن انا عقلت عليها، سلمت عليها اهلا فلانه كي دايره لاباس عليك، بقات كتشوف فيا. قلت لها شنو زعما ما عرفتينيش؟ قالت لي لا ما عرفتكش شكون نتيا. قلت لها انا هي فلانه اللي كنتي خدامه عندي في البلاصه الفلانيه. ايوا مسكينه تفاجات وبقات غير كتشوف فيا، قالت لي والله ما عرفتك لالا. قلت لها ماشي مشكل معليش. المهم بقينا كنديو ونجيبو في الهضره، قالت لي غيوبات هادو فين مشيتي؟ قلت لها فين عندي نمشي يا اختي، ياك من النهار خرجت من الكلينيك مشيت عند الاهل ديالي حيت ولدي مسكين مات وتشويت فيه وترزيت فيه، هو طلقني بسبب داك الشيء. هي بقات كتشوف فيا، قالت لي كيفاش مات؟ كيفاش تشويتي فيه؟ قلت لها ولدي مات وما جراو عليا ورجعوني انا اللي قتلته. هي كانت كاسة وقفت، قالت لي كيفاش شنو كتقولي نتيا؟ قلت لها كيف ما سمعتي، ياك في خبارك كل شيء. قالت لي انا اللي في خباري هي بعتي ليهم الولد بالقد والقد. انا ضحكت وقلت ليها الله يهديك، ولدي مات قبل ما يزيد للدنيا، ولدي حبيبي ما تفكرش. ايوا بقيت كنبكي حيت تفكرت الماضي وما عمرني الصراحه ما نسيت ولدي. هي قالت لي لا مدام راكي غالطه، النهار جاو من الكلينيك جابوا معاهم الولد الصغير في القمايط
ومنين سولت عليك ما بغاو يقولوا لي والو، والوقت اللي كنسول عليك كيضروا فيا. من بعد قالوا لي عطيتيهم الولد مقابل مبلغ من الفلوس ومشيتي بحالك. انا ديك الساعه تصدمت وما تيقتش الهضره ديالها، قلت ليها لا راه ما يمكنش هادشي اللي راكي تقولي فيه. قالت لي هادشي اللي كنقول فيه هو الحقيقه. قلت لها دابا انا ولدي راه مات وانا شفتو ميت بين يدين باه هو اللي دفنه. قالت لي لا انت راكي غلطه، ولدك عايش ودرتك هي اللي كانت مقابلاه وهي اللي رباتو. بقات كتعاود لي عليهم. قالت لي انا ربيت ولدك عام، ومن بعد منا نهضوا بدلوا المدينه وسافروا على ود شي خدمه وشي مشروع، وراهم باعوا الدار بدلوا السكن وجراو عليا، ومن نهار خرجت من عندهم وانا كندور بلا خدمه، وفي الاخر راجلي يرجع كيجيب لي الربيع بالجمله وانا كنبيعو في السوق بالرباطي. ديك الساعه بقيت كنرجف في كلشي وكنترعد وكنبكي وكنقول لها واش انت كتهضري بصح ولا غير مطلعه عليا. قالت لي وحق الله العظيم هذه هي الحقيقه، ولدك عايش وراه عندهم، سير قلبي على ولدك. ايوا يا اخواتاتي روناتني بعقلي. قلت لها لا ما يمكنش ولدي توفى. قالت لي لا ولدك عايش. انا ديك الساعه هزيت راسي مشيت عند امي بديت كنعاود ليها شنو وقع بالتفاصيل. امي ما صدقتش وقالت لي مستحيل هادشي يكون بصح. قلت لها لا مامتي ديك السيده ما غاديش تكذب عليا، خاصني ضروري نقلب على ولدي. مني مشيت وقلت على راجلي باش يقلب معايا على ولدي كحل بالعمى، وقال لي شنو راكي كتخرفي، واش كتثقي انت بالهضره ديال السوق ديال العيالات، ولدك راه مات وتدفن هذه مده وهاد خيتي راه غير كتكذب عليك باينه. قلت ليه والو غادي نمشي نسول عليه ونشوف. بقيت لاصقه فيه وكنرغب فيه حتى قنعته يمشي معايا ويقلب معايا عليهم، ولكن ما لقيتهمش. ما خليت فين ما قلبت اخواتاتي عليهم ما كاينش الاثار ديالهم. مشيت سولت الاهل ديال الطليق ديالي وحتى واحد ما عطاني صحه الخبر. ما خليت فين ما مشيت والو حتى النهار اللي غادي نعرف فين كاينين. مني مشيت غادي نلقى ولدي عندهم في الدار. منين واجهتهم قلت لهم هذا راه ولدي وراكم كذبتوا عليا وسرقتوا لي ولدي. نكروا وحلفوا وقالوا لي هذا بلي ولدهم وتبناهم شي جمعيه خيريه. ايوا نادو جراو عليا وما خلاونيش حتى نكمل فيه الشوفه. دغيا هزاتو الخدامه ودخلاتو البيت كتجري. انا جراو عليا بقيت كنرغب فيهم يخلوني غير نشوف الولد، ولكن ما بغاوش. جراو عليا وقالوا لي ولدك مات سيري بعيدي علينا. خرجوني من الدار بلا عوين. راجلي ناض كيخصم عليا قال لي هذا ماشي ولدك، باينه فيه ماشي ولدك. قلت ليه لا هذا ولدي وانا متاكده بلي هو ولدي. المهم صافي ديك الساعه مشيت بحالاتي للدار غير كنبكي. من بعد غادي نرجع مره اخرى عنده ولدي كنت كنسول فيه. مشيت غير بوحد داك النهار، النهار ديال الطريق اللي ضربت. ملي وصلت قالوا لي بلي الناس مشاو لاوروبا، وهنا تشليت هزوا الولد وهربوا به للخارج. بغيت نحمق وبغيت نتسطى على ولدي. والله العظيم يا البنات الا جلدت الله يسمح لي. داك النهار النهار كامل وانا كندور في الزناقي بحال شي هبيله. ولدي حرموني منه كذبوا عليا وقالوا لي بلي مات وهو عايش، حرام عليهم. دعيتهم لله. انا من ديك الساعه وانا كنبكي على فراق وليدي. داس عليا يا البنات بالمزيان، حتى واحد ما بغى يعاوني، حتى واحد ما بغى يفهمني. كيقولوا لي هذاك ماشي ولدك. منين ماشي ولدي علاش هربوا بيه برا المغرب؟ علاش دابا انا ما فهمتش هادشي اللي ما بغاش يدخل ليا لراسي. ما عرفتش شنو خصني ندير، كيفاش خصني نتصرف. مشيت للكلينيك اللي ولدت فيه ما بغاو يعطوني حتى شي راس الخيط. مت الصراحه وعشت بس زعما يقولوا لي شي حاجه، ما تواش فيا نهائيا. ما عرفتش واش ولدي فعلا مات ولا هما شراوه من عند خويا بالمقابل، حيت خويا كنحس بيه مخبي شي حاجه عليا. رجع كيرطب معايا وكيتعامل معايا مزيان وكيحرش راجلي عليا غير من التحت للتحت باش من بحث من قلب. بغيت ندير محامي ونشوف شنو نقدر ندير، ولكن راجلي رفض وقال لي واش بغيتي تدعي واحد خارج البلاد ما غادي تدي منه لا حق ولا باطل. دوزي تكلسي، واش انت عندك الفلوس ديالهم باش تواجهيهم في المحاكم؟ انا بالي يرجع غير مع ولدي. ما عرفتش البنات شنو خاصني ندير وشكون نسول باش نعرف الحقيقه. غادي نحمق وغادي نتسطى. بغيت نعرف شنو ندير، كيفاش نجيب حقي منهم، كيفاش ندير باش نعرف الحقيقه خواتاتي. بغيت غير نعرف واش هذاك ولدي ولا ماشي ولدي. المهم هذه هي قصتي، نصحوني شنو ندير وشكون خصني نسول وفين خصني نمشي وشنو خاصني ندير. الله يكثر خيركم، شكرا لكم بزاف فهادشي اللي كاين، وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هاد السيده اللي الصراحه كتضر في الخاطر، لا حول ولا قوه الا بالله. الصراحه شي حوايج ولينا كنسمعوهم كيخلعوا. خديجه يا خديجه شوفي نقول لك، الحق يؤخذ ولا يعطى، دائما كنقولها.
وملي كنت كتعاودي الحكايه ديالك سبحان الله العظيم عرفت بلي هذوك باينه راه شراوه. اكيد خوك راه عنده يد كبيره وطويله وعريضه في هذا الموضوع هذا طبيعه الحال، لانه طماع والطماع يدير اي حاجه باش تجيبي حقك. ضروري خصك تتبعيهم قانونيا، القانون هو اللي غادي يجيب لك حقك بطبيعه الحال الى لقيتي اللي يعاونك، حيت القانون والمجرى ديالو والطريق ديالو راه بحر كيخصها الفلوس والطلوع والهبوط. اكثر من هذا الشيء كامل خصك الدعم المعنوي قبل الدعم المادي، لان بنادم فاش يوقف معك هكا معنويا راه الفلوس يسهل يسهل فيهم الله وتلقاي كيفاش غادي ديري. ولكن انتي دابا المشكل ديالك هو راجلك اللي ما باغيكش مثلا تقلبي على ولدك، كان يدعمك راجلك نوض نخدم وندمر ونرجع ولدي باي طريقه. فانتي ممكن انك، انا كنقول والله اعلم ما عنديش درايه كافيه في المسائل القانونيه، مي انا غادي نقول لك الراي ديالي بطبيعه الحال، والراي ديال الناس الاخرين كاملين يحترم بطبيعه الحال. الا كانوا معنا ناس كيفهموا في القانون سواء كانوا كيفهموا ولا ما كيفهموش، ينصحوك باش ما عطى الله، ولا ما لقاوش باش ينصحوك يدعيو معك ربي يجمع شملك بولدك. اول حاجه داك ولدك مليون في المية انا متيقك واحساسي ما غاديش يخيبني، كيقول لك اتقي فراسة المؤمن. ثاني حاجه خصك ديريها انك توقفي تجمعي الوقفه كيف ما كيقولوا، وتمشي انت السيده اللي قالت لك هاد الهضره كامله طلبي منها واش تقدر تشهد معاك. الا كانت هذيك الانسانه تشهد معاك مزيان، عندك واحد الانسانه بعدا شهود هي كانت في داك الدار، مادام كانت في داك الدار تشوف لك شي شهاد اخر ربما عساس ربما ما تعرفي، لان الشهاده ديال المراه بوحدها ما كافيهش، خصها مراه وحده اخرى معها. على اي حال المهم كاين واحد الشهاد بعدا كاين، الا بغات توقف معاك غادي يكون مزيان. بطبيعه الحال خصك الفلوس باش ديري واحد المحامي اللي غادي يتبعهم، واخا هما كاينين في الخارج غادي تتبعهم قانونيا الا دخلوا للمغرب، وما اكيد غادي يدخلوا راه يتشدوا في المطار بعدا ما غاديش، غادي يكوني على يقين سوا الا استعملوا الفلوس، لان في المغرب لا تستغرب، ولكن الا تبعتي حقك غادي تجيبيه بطبيعه الحال. فهذيك المره الا شهدت معاك ودرتي محامي فاكيد غادي يديروا داك التحاليل ديال الادين، هما اللي غادي يبينوا الحقيقه واش هذيك ولدك ولا ماشي ولدك. بطبيعه الحال غادي يكون ولدك، غادي يكون ولدك مليون في المية، ولكن غادي تشوفي عاوتاني كيفاش غادي يكون راجلك، واش غادي يتقبل داك الولد ولا لا. لان الصراحه الوقفه اللي ما بغاش يوقف معاك راجلك الحالي ما عجبتنيش، رغم انك انت نهار تزوجتي راكي مشيتي تزوجتي على ودي بنتو وكنتي ليها الام، فهو اضعف الايمان انه يوقف معك في هذه اللحظه هذه، فحاولي انك تقنعيه يوقف معك. كاينه حاجه واحده اخرى، الا طمعتي اخوك كدابا كان عندك الفلوس طمعيه بالفلوس، ويقدر يخوي لك المزيوده كامله ويختصر عليك الطريق، لان هذا اخوك عنده يد طويله في هذا الموضوع هذا. هادشي اللي نقدر نقول لك، التجئ للقانون واكيد القانون غادي ياخذ المجرى ديالو، ما كاينه الشهاده والله المستعان، والله يدير لك شي تاويله الخير، الله يجمعك بوليدك ان شاء الله، والله ياخذ فيهم الحق، هذه اهم حاجه. شكرا لك، شكرا على الثقه ديالك فينا، شكرا للناس اللي متبعين القناه، ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، بارطاجيو على نطاق واسع، الله يجازيكم بخير. ولا هاد القصه طاقت مع الناس اللي راهم واخدين لك ولدك، كنقول لهم هذا المنبر عطيو للمراه ولدها، راه كيفاش غادي ديروا مع سيدي ربي غدا امام يوم لقائه، اما نتوما ما عرفوش ربي يرحمكم ولا الله اعلم، حيت هادشي اللي كديروا فيه تحرموا الام من ولدها راه خايب بزاف. شكرا لكم. الرقم ديال الواتساب اللي بغات توصل معنا او اللي بغى يتواصل معنا 07 04 73 41 41. الى ان القاكم استودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.